السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي سما اولاد. كما كتشوفوا من عنوان هذا الفيديو غيكون مختلف تماما عن الفيديوهات اللي فاتوا، حيت في هذا الفيديو غنديروا جوله في مدينه فاس، والاهم من هذا الشيء هو اني غنعرفكم على تاريخ هذه المدينه العتيقه، فابقوا معايا. مدينة فاس هي ثاني أكبر مدن المغرب بعد الدار البيضاء، العاصمة العلمية والروحية للمملكة، مدينة ذات تاريخ عظيم ينبض في أركانها ووديانها. تأسست مدينة فاس في 182 هجري الموافق 4 يناير 789 ميلادية على يد إدريس الثاني، اللي جعلها العاصمة الدولة الإدريسية بالمغرب. وكتنقسم فاس إلى ثلاث أقسام: فاس البالي وهي المدينة القديمة، وفاس الجديد وقد بنيت في القرن الثالث عشر ميلادي، والمدينة الجديدة التي بناها الفرنسيون في فترة الاستعمار الفرنسي. بالنسبة لسبب تسمية مدينة فاس بفاس، هنالك عدة فرضيات، منهم اللي كيقول باللي عثروا على كمية من الذهب كتحمل اسم فاس بالعربية في أول يوم شرع في الحفر الأرض لبناء المدينة، وهنالك البعض الآخر اللي كيقول أن المكان الذي أسست فيه المدينة كان يحمل اسم فاس بسبب النهر الذي يخترقها، إذ أن النهر بالأمازيغية يقال له صاف، فقلب هذا اللفظ فأصبحت فاس. والمشهور في الأقوال كلهم أنه عثر على فأس أثناء حفر أساس المدينة، ومنه جاءت تسمية فاس، حيث حذفت أداة الهمزة وأصبحت فاس. ودابا غنتعرفوا على أشهر الأماكن اللي يمكن لكم تزوروها إذا جيتوا لمدينة فاس. غنبدأ أول حاجة بجنان السبيل، وكتسمى أيضا بجنان بوجلود، وهي أجمل الحدائق على المستوى الوطني في مدينة فاس. تمتد جنان السبيل لنحو 8 هكتار بالقرب من ساحة باب بوجلود التاريخية. كانت هذه الحديقة روضة مخصصة للأمراء والأميرات، محاطا بأسوار عالية قبل أن يفتح في وجه العموم سنة 1917. تزخر حديقة جنان سبيل بنباتات فريدة من نوعها، وتضم حوالي 1000 نوع من المغروسات، وتشبه في شكلها ومرافقها الحدائق الموجودة في الفردوس المفقود أرض الأندلس. فبمجرد دخولك لهذه الحديقة عبر إحدى بوابتها الحديدية السبعة، ستجد نفسك مشدودا أمام روعة تصميم هذا البستان الأخضر المترامي الأطراف المتناغمة هندسته البادعة مع روعة طبيعته الخلابة، وستستمتع بمشاهدة النافورة التي يتصاعد منها الماء ليرسم في تناسق مع الأزهار والأشجار المختلفة لوحة فنية بديعة تسحر أعين الناظرين. وتتميز حديقة جنان السبيل بممراتها الجميلة التي ما إن يسلكها الزائر حتى يجد نفسه فوق قناطر الخشبية أقيمت على مجار مائية ينسب فيها ماء واد الجواهر هادئا قبل أن يحاط رحلته في بركة فاسحة تلامس أحد الأسوار العتيقة لحي فاس الجديد. ودابا نخليكم تستمتعوا بهذه المناظر، ومن بعد نعاودوا نرجعوا باش نتعرفوا على أماكن أخرى إن شاء الله.
تعرفوا على المدينة القديمة اللي تعتبر الأكثر عراقة تاريخيا، ومن أهم المعالم الموجودة في المدينة القديمة هي جامع القرويين، أقدم مسجد في المغرب العربي الذي أسسته أم البنين فاطمة الفهرية في الأول من رمضان عام 245 هجرية الموافق لتاريخ 30 نوفمبر سنة 859 ميلادية، وذلك بإذن من الحاكم الإدريس يحيى الأول. وقد عكفت فاطمة الفهرية على بنائه واهتمت به إلى حد أنها ظلت صائمة منذ بدء تعميره وحتى انتهائه. ولجامع القرويين 17 بابا زخرف بزخرفة أندلسية مميزة، وله منبر مصنوع من الخشب المحفور والمطعم، ويتميز بالأقواس والنقوش القرآنية والأدعية. وعندنا جامعة القرويين اللي تعتبر أقدم جامعة مستمرة بالعمل في العالم وفقا لمنظمة اليونسكو، إذ تم تأسيسها للمرة الأولى في عام 859 ميلادية ولا زالت ناشطة حتى هذه اللحظة، وبنيت حولها مدارس في القرن الثاني الهجري، وظلت تدرس العلوم الفقهية والعلمية لحوالي 1200 عام. دابا غندوزو نتعرفوا على المدرسة البعنانية، وهي أشهر المدارس المغرب اللي تأسست عام 1350 ميلادية على يد السلطان لتكون مؤسسة تعليمية للطلاب، وكتشتهر بصومعة جميلة وذات زخارف أنيقة والساعة المائية التي ما زالت لغزا يجهل المختصون تقنية تشغيلها. ودابا غنتعرفوا على متحف دار البطحاء، وهو قصر تأسس على يد السلطان مولاي عبد العزيز عام 1897 ميلادية، وكيتميز بالطرز الإسباني المغربي حيث كان مصمما للاستقبالات الملكية، وتم تحويله إلى متحف يضم التحف الفنية واليدوية في عام 1915. ودابا غنتعرفوا على باب أبي جنود اللي كيتعتبر المدخل الرئيسي للمدينة، وهو أكثر المعالم شهرة في فاس، ويقع في الجهة الشمالية الغربية بجانب ساحة الباشا البغدادي. ودابا غندوزو البرج الشمال، هذا البرج الذي شيد عام 1582 ميلادية على يد السعديين ليكون واحدا من أهم الأبراج المراقبة في مدينة فاس القديمة، يضم حاليا متحفا للأسلحة التقليدية والقطع النادرة. دابا ندوزو للمضابغ، كتشتهر مدينة فاس بإنتاج الجلود وكذلك في دباغتها، وما زالت المدينة تمارس الطرق التقليدية في إنتاج الجلود ودباغتها والتي تعود للعصور الوسطى، حيث يتم تعريض الجلود لأشعة الشمس القوية وملء الأحواض بالأصباغ عديدة مصنوعة من الكركم والخشخش والنعنع والنيلي. من الجدير بالذكر أنه يتم استخدام رواث الحمام لتنعيم الجلود قبل البدء بضبغها. ودابا نخليكم تشوفوا برج فاس اللي هو مركز تجاري يبلغ حجم الاستثمارات حوالي 400 مليون درهم. Thank you.
وبهذا كيكون سال الفيديو ديالي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم ما تنساوش تشاركوه مع عائلاتكم واصدقائكم، واذا كنتو جداد في القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل خاصيه الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. وكنشكركم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.